بس احنا بالسريع مال محمد القاسم هذا الازدحام مسوين سايد واحد من يم المالية سادين الطريق على العالم من يم المالية بالضبط وسادين الطريق وماكو شغل وهذول عمال ثلاثة ويتعاركون بيناتهم يتشاقون هذول والسريع مسدود على مودهم هذول هذا واحد من عندهم ميدا سباين اثنين يضب البراري مال السريع وهذول اثنين مناك همين لا أربعة هما أربعة عمال يضبون البراري والسريع على مودهم قافوا وازدحامات إلى أنظار رئيس الوزراء إلى أنظار وزير الإعمار والإسكان ترى هاي مهزلة بويا والله مهزلة ماكو شي فيلم هسه انتو طالعين للصين ما تشوفون ما تشوفون الإعمار ما تشوفون الدنيا وين وصلت والله عيب عليكم استحوا نبقى مع طريق محمد القاسم مواطن آخر وثق بشكل تهكمي حال المعدات التي تم تخصيصها لصيانة الجسر هاي شركة اليابانية شركة ستوتنز كملت سريع محمد القاسم صيانته وإن شاء الله باشر ينفتح لا وضيف معلومة الستوتة عطلانة اللي كانت الصيني محمد القاسم عطلانة ودي سحبوها سحب